جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شجبه وإدانته لاعتداء على الكتيبة الفرنسية في سور، واضعا الأجهزة المختصة عند مسؤولياتها في كشف المعتدين. ونحن عازمون على دعم التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية لاستكمال المهمة التي انتدبت من أجلها. كذلك فقد طلبنا من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ميقاتي وعلى هامش مشاركته في الدورة 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برر قرار زيادة الأجور الذي أقرته الحكومة بالقول إنه الحد الأقصى المتاح في هذه الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. زيادة الأجور وما تم عليه في جلسة مجلس الوزراء الماضية والتي أقر ليس سوى جزء ضئيل من خطة شاملة وضعها معالي وزير العمل. نحن ندرك أن ما تقرر لا يلبي طموحات العمال، وهو بالتأكيد لا يرضي طموحنا. لذلك فأني أناشد جميع المعنيين مقاربة هذا الملف بواقعية ومحاذرة اللجوء إلى السلبية التي لا تخدم العمال وتعكر الاستقرار الذي يشكل حاليا حزاما واقيا يبعد وطننا عن أخطار المنطقة. وكانت كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور عدد فيها التحديات التي تواجه العالم العربي لناحية الفقر وفرص العمل وغيرها، إشارة إلى أنها من المرات القليلة التي يعقد فيها هذا المؤتمر خارج مقر جامعة الدول العربية. الرئيس ميقاتي كان أكد في حديث لقناة الجزيرة أنه يريد وقف ارتدادات الوضع السوري على المجتمع اللبناني، كاشفا أنه يحاول تفادي كأس اختيار الوقوف مع سوريا أو ضدها، ولفت إلى أن ملف شهود زور سيفتح في الوقت المناسب. نحن في لبنان كل العقوبات التي ذكرتها الجامعة العربية ليس يوجد أي علاقة بأي بند من هذه البنود بيننا وبين سوريا. فبالتالي إذا لا يوجد شيء أقول لا ألتزم، ما لا يوجد شيء لماذا لا أقول لا ألتزم؟ لكي أثير البعض وكي لأرضي البعض؟ لا المهم إثارة ولا المهم إرضاء، المهم مصلحة لبنان. مصلحة لبنان تقتضي بأن نكون حقيقة بعيدين، نبعد هذا الكأس كما قلت عن لبنان بهذا الظرف الصعب الذي تمر به المنطقة. وهذا الأمر كما تعلمين من تحدث به أولا هو دولة الرئيس سعد الحريري في الحكومة الماضية في مقابلات صحفية، وقال نعم يوجد شهود زور وهم الذين خربوا العلاقة مع سوريا. فهذا الموضوع أنا قلت بعد تشكيل الحكومة أن هذا الموضوع ملف مفتوح وسيطرح في الوقت المناسب.